السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مي أدري، وإن شاء الله في الفيديو ده هكلمكم عن السيروتونين نوربينفرين ريابتيك انهبيتور. لازم تكونوا شوفتوا الفيديو بتاع سلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتور الأول، عشان الموضوع ده سهل. يعني شايفين الكلام أصلا صغنن، هو الفكرة في إيه؟ إنه هنقول بس شوية حاجات زيادة عن المرة اللي فاتت. جميل، احنا المرة اللي فاتت قلنا إنه عندنا أدوية بتمنع الريابتيك بتاع سيروتونين، عشان كده سميناها سلكتيف سيروتونين. تمام، هنا بقى الدواء الأدوية بتاعة النهاردة دي بتمنع الريابتيك بتاع السيروتونين والنور ابريفرين مع بعض. جميل، زي الفينلافاكسين ودولوكسيتين. دولوكسيتين، طيب هي بقى بتشتغل ازاي؟ مش احنا لسه قايلين في الفيديو اللي فات، لو جينا هنا الصورة فين؟ اه دي، قلنا ان في هنا بيبقى في النيورو ترانسميتر اللي هو السيروتونين او النور ابينفرين او whatever كان ايه، يعني هو بيحصله ري ابتيك بعد ما بيخرج من النيرف اندينج. تمام، انا بمنع ري ابتيك ده لان النيورو ترانسميتر دي هي هرمونات السعادة اللي بتريليف الدبريشن. جميل، احنا هنعمل نفس الحكايه، هنمنع الري ابتيك، هنقفل الحته اللي بيحصل منها ري ابتيك للسيروتونين والنور ابينفرين مع بعض. جميل، فتعالوا كده نرجع تاني. احنا عندنا هو بينهبت السينابتيك ري ابتيك بتاع السيروتونين والنور ابينفرين، فبيزود النيورو ترانسميشن بتاع الاثنين. تمام، ولكن الفرق ما بين السيروتونين نور ابينفرين ري ابتيك انهبيتورز عن السيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور حاجه واحده، ان الدبريشن يعني عادة بيكون معاه كرونيك بين، بالذات الماسل اكس، يقولي عضلاتي وجسمي مكسر بمعنى الاخر يعني. تمام، فال SSRIs اللي هو سيروتون السيلكتيف سيروتون الريابتيك انهبيتور ineffective. ليه؟ لان البين ده بيكون سببه الباسوي، يعني في السين اس كده، لو نرجع لمدير السين اس، مش عايزين نرجع لذكريات الأنيمة دي، ولكن كان في الباسوي بتاع البين كان في نور ابينفرين وكان في سيروتونين مع بعض، فانا لازم اتحكم في الاثنين دول عشان اتحكم في البين. جميل، فال SSRIs اللي هو سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتور بس مش هينفع، فلازم نستخدم ايه؟ السيروتونين نوربينفرين ريابتيك انهبيتور. تمام، دول هيكونوا افكتيف، ان هو بيزود النوربينفرين بيزود السيروتونين فهيريليف البين بميكانيزمز بقى مختلفه مش موضوعنا، بس الفكره ان احنا بنتحكم في السيروتونين وبنتحكم في نور ابينفرين مع بعض. نفس الحكايه، احنا قلنا اصلا بنستخدم الانتي ديبريشن عشان نعالج ايه؟ الميجر ديبريشن اللي هو كرونيك ديبريشن. هنا بقى هنزود ايه؟ الكرونيك بين سيندروم، زي مثلا البين، بالذات البين اللي بيبقى سببه نيرف اندنج، يعني بسببه النيرفات، زي مثلا البين اللي بيجي مع دايابيتس، دايابيتك بريفيرال نيوروباثي او بوست هيربيتك نيورالجيا، اللي هو الناس اللي بيجي لهم هيربس فبيبقى عندهم بين بسبب النيرف كده، النيرفات اللي في جسمهم. فاحنا بنديهم السيروتونين نوربينفرين ريابتيك انهبيتور عشان يريليف الكرونيك بين. جميل، بالنسبه بقى للسايد افكتس، هي عاده يعني بيكون مع اول واحد اللي هو فينلافاكسين، اسفه جدا على النطق البشع ده، بس المهم يعني اللي هو الفينلافاكسين بيعمل حاجتين. اول حاجه ان هو دوز ديبندنت، بيعمل لي انكريس في البلاد بريشر، فبيعمل لي هايبرتنشن بس حسب الدوز، يعني لو زودت دوز قوي هيعمل لي هايبرتنشن بدرجه ملحوظه، بس لو عملتها يعني دوز قليله او within limit مش هيعمل لي هايبرتنشن عالي. تاني حاجه بيعمل لي withdrawal symptoms عن التاني اللي هو الدولوكسيتين. دولوكسيتين، جميل، withdrawal symptoms زي فوق، زي ما اتكلمنا فوق عن ال SSRI ال Selective Serotonin Uptake Inhibitor كان بيبقى فيها withdrawal symptoms، هنا برضه في شوية withdrawal symptoms. جميل، ناخد بالنا انه اصلا الادوية دي احنا بنديها يعني للناس الكبيرة ال old age اللي بيجي لهم depression بسبب dementia الحرف وكده، فال adverse effects بتكون severe في الناس الكبيرة اكتر. تمام، وده لان الميتابوليزم بتاع الادوية يعني بيكون قليل في عندهم، فالإفكت بتاع الدواء بيفضل موجود فترة طويلة، فممكن يعمل لهم سيفير سايد إفكتس أكتر. طب أقدر أتحكم في الموضوع ده إزاي؟ إن أنا أبدأ بدوز قليلة، إن أنا أبدأ بدوز صغننة كده لحد ما يبدأ إن هما يتعودوا عليها، وبعدين أعلي الدوز مع الوقت. تمام، بحيث إن أنا أمهد جسمهم يعني إن هو يستقبل الدواء الجديد ده. وبس، ده الجزء اللي هو بتاع السيروتونين نوربينفرين ريابتيك انهبيتور.
اتمنى ان الموضوع يكون سهل يعني وبسيط. انا بحاول ان انا اقدم لكم الكلام بطريقه سلسه شويه عشان ايه واحنا بنذاكره كده الموضوع ما ياخدش وقت. واخيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.